نعتبر محظوظ. نعم علي ربي بالزوج الصالح الحمد لله يا ربي. تعطي في كوبل يعرفوا بعضهم قبل العرس بعشر سنين. فهمتني ولا؟ قراوا مع بعضهم ليسي، قراوا مع بعضهم فاك، وعرسوا مع بعض يعني سيتان تو مرت. أنا الرالي الرجل التونسي ما يتعبش برشا باش يلقى امرأة تونسية باهية وتعمر الدار. في منظورك أنت شنو هي الزوجة الصالحة؟ الزوجة الصالحة هي اللي تربي صغارها حسب الأعراف والتقاليد التونسية. أنت لقيتها اليوم الزوجة الصالحة ولا لا؟ بيان سور. ويني ويني خنلوج ويني؟ ديما باه معايا. ويني ورينا الكاميرا، ورينا في الكاميرا. هاي. مدام شو عامل معاك المسيو؟ الحمد لله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله كله ليا كيفي الحمد لله يا رب. كيفاش؟ أعطينا مواصفات الزوج الصالح. هي العشرة، هي ما يتعاشروا زوز ما يتعرفت بها بعضهم، سي سور معناه. كي تتعرف الطبيعة تسهل العشرة، وكهو هذيك هي هذيك هي جلوبال مون الحكاية تو سامبلومون. واحنا معرفة من قبل، مانيش معرفة خطبني وجا عرسنا، لا معرفة من قبل والحمد لله يا ربي. قصة حب مدى طلعت الحمد لله. شنو مدى؟ دلعتي حمراء الحمد لله. طلعت دلعتك حمراء والقلوب زادة إن شاء الله تكون حمراء زادة. مدام إيش نقول لك؟ اليوم احنا نعيشوا في ولاية بنزرت، الفرحة والبهجة كيف ما قاعدين نشوفوا فيها تو. أنتم أصيلي ولاية بنزرت؟ نص نص، أنا باجية، أنا باجية، أما عندي برشا لهنا. مسيو أنت منين؟ أنا مجومين. مجومين ولاية بنزرت. شنو اللي عاجبك في بنزرت؟ والله انا من صغرتي لهنا، عندي اقاربي من قبل لهنا. كالم، تحسها قريه كبيره، ماهيش مدينه معناها كافير في كيما تونس العاصمه ما تقطق نقدر شنو كهو. هذا العيشه سهله فيها، العباد نعرفوا بعضنا، قريه كبيره تو سامبلومون. مسي شنو الحاجه اللي تجذب انتباهك في مرتك وتخليك تحبها كل يوم اكثر؟ مش نجاوبك عب يلزمني مجلل. حاجة من الحاجات. أنت تعطي في كوبل يعرفوا بعضهم قبل العرس بعشر سنين. فهمتني ولا؟ قراوا مع بعضهم ليسي، قراوا مع بعضهم فاك، وعرسوا مع بعض يعني سيتان تو مرت. نفس المواصفات اللي تعرفها بها قبل العرس هي بها قعدت بعد العرس؟ أنا ما حطيتش مواصفات قبل ما نعرس وشروط. سي مون كور كي أشوازي. أنا قلبي واختار. فهمتني ولا؟ ما حطيت ما نحطش مواصفات. هو الصدفة اللي جمعتنا هي صدفة القراية. وكملنا مع بعضنا يعني كي تعرفنا بعضنا، مش مشروع جواز وإلى تعرفنا بعضنا وتطورت الحلمة وكبرت معنا للي كتب المكتوب. صارت عراقيل في علاقتكم؟ سي نورمال كاي كوبل تونسي برشا عراقيل سي. وقعدتوا مع بعضكم وقلتوا حتى للآخر مع بعض؟ العراقيل والمشاكل هذاك زادت وطت العلاقة. هي اليوم اللي تخليك وتقول أنا راني اخترت مرأة والمرأة هذيك زوجة صالحة؟ يا الحمد لله. الحمد لله اخترت الزوجة الصالحة، وأنا نعتبر إني ما تعبتش برشا في الاختيار، بالحق أنا نعتبر محظوظ لأني من ليسي، الحمد لله بالحق، أنا ما تعبتش في الاختيار، ممكن توا جيلي جينيراسيون تاع توا، بالحق جينيراسيون تاع توا إن شاء الله الآباء وأمهات ما يعطوش شروط ويكونوا كومباتيبل مع جيل توا، بالحق لخاطر جينيراسيون تاع توا. عندهم مثلا متفتحين اكثر، مش كيفنا نحن، لكن مش نطبق المنظور نتاعي يعني عليهم. هما ما نختارش الولد وما نختارش البنت، يلزم نحن نخليهم هما يختاروا وهم اللي، وان شاء الله ربي. مدام شنو تحب تقول له؟ والله بالحق كله سامحني برشا حاجات صارت فيه قبل العرس، ونقول له راني ديما نحبك الحمد لله يا ربي. أنعم علي ربي بالزوج الصالح بالحق. أنت سؤالك حقه يتقلب لي أنا أنعم علي ربي بالزوج الصالح الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله سعد كله ليا كيفي.